رجعنا لكم مرة تانية، والفقرة دي حلوة جدا جدا، لأن ما فيش حد فينا ما شافش في طفولته الأراجوز ولا استمتع بالحكايات والمواقف اللي بيقولها، وخصوصا إن الأراجوز من العرايس اللي ليها تاريخ قديم جدا لدرجة إن اليونسكو حطته على قائمة التراث الثقافي. إحنا النهاردة مبسوطين جدا إننا هنتكلم عن الأراجوز وعن المسرحيات اللي بتتعمل بيه وببعض العرايس التانية من خلال مركز ثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، ولأننا كمان مهتمين جدا أننا نحط الضوء على الطريق أو الطرق اللي من خلالها نقدر نعرف نبعد ولادنا عن دوامة السوشيال ميديا الكتيرة وأفلام الكرتون اللي بيقعدوا قدامها بالساعات، وأحيانا بتقدم محتوى غير مناسب خالص لا لعادتنا. اسكت يا أراجوز ثانية واحدة، انا اللي وطي ما حدش بيقاطع حد يا أراجوز ولا ايه؟ انت كمان ماسك الموبايل يا أراجوز؟ طبعا. يعني انت بتقاطع الناس في كلامهم وماسك الموبايل كمان وصوتك عالي جدا. طب ما تقول لنا حكايات بدل ما تمسك الموبايل يا أراجوز. بيعمل في التيك توك؟ كمان كمان؟ ماشي يا أراجوز. طب خلينا بس استنى بس عشان نرحب بضيوفنا. معانا في الاستوديو الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، ناصر عبد التواب مخرج ولاعب الأراجوز بالمركز القومي. وعليكم السلام لثقافة الطفل، منورنا وأهلا أهلا وسهلا بحضراتكم، سعداء طبعا بان احنا موجودين وبنتكلم على مفردة مصرية أصيلة. في الحقيقة الأستاذ ناصر عبد التواب هز بهذا الأراجوز، لأنه الأراجوز كان بشقاوة غير عادية، وكان كريتيكال جدا، يعني ناقد جدا وناقم، ويعني نقدر نقول أنه أحيانا كان يكون في العقود السابقة صليط اللسان أحيانا، ويخرج على النص إلى آخره يعني، وكان مصدر الانتقاد الدائم في سلوكيات وإلى آخره يعني. فهو الأستاذ عبد التواب واحد، ناصر عبد التواب واحد من الذين نقدر نقول لهم بصمات على طريقة الأراجوز. وهذا الأراجوز هو مشاكس بس يعني، إنما هو لطيف جدا واضح في الحقيقة يعني، وعمل حاجة جدا مهمة جدا أيام كورونا. لا ده هو اشتبك مع الواقع وعمل حاجة اسمها الأراجوز يعظ، وقدم ما يقرب من حوالي 32 فيديو على قناة المركز القومي لثقافة الطفل بيناقش كل القضايا اللي احنا كنا محتاجينها. في الحقيقة أنا بشكره وبشكر كل مجموعة العمل اللي كانوا بينزلوا وكانوا بيعملوا الفيديوهات ويعرضوها لنا لأولادنا على القناة يعني. وإحنا كمان بنحيي حضرتك يا أستاذ ناصر وبنهنيك على الخطوة الجميلة دي. بشكرك جدا. هو يعني عموما يعني مش أنا لوحدي اللي قمت بدوت، في مجموعة من شركاء معايا زي الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف ككاتب مش كرئيس مركز كمان، ومحمد زناتي والسيد لطفي وأحمد زيدان وأحمد جابر وميسرة خيري، وطبعا على رأسنا المشرف العام على الحديقة سواء الأستاذ أحمد إسماعيل عبد الباقي أو الأستاذة ولاء محمد كتيبة عمل أو الأستاذة مروة أو الأستاذة جيهان. عايز أقولك يعني إحنا كنا كتيبة بنشتغل بحب وبود، لأنه كان مهم قوي انه فكره انه خليك في بيتك الثقافه بين ايديك. صحيح. كان مهم جدا انه توصل باكثر من شكل وباكثر من طريقه، وكان الأراجوز بحكم انه يملك، لانه احنا في عندنا مثل شعبي بيتقال انه احنا شعب بتجمعنا صفاره وتفرقنا عصايا. هذه الصفاره هي صفاره الأراجوز او الامانه، هذا الصوت المدهش والساحر اللي بيتلم حوالين الناس. هو بما ان حضرتك ذكرت الصوت، انا طول عمري من وانا قد كده نفسي اعرف صوت الأراجوز جاي منين. هو عباره عن امانه، عباره عن قطعتين من النحاس او الاستانلس، وما بينهم شريط من القطن. الهواء لما بيدخل جوه الفجوه دي بيعمل اهتزاز، يعني حضرتك بتخليها في سقف الحل، زي سقف الحل بنسقفها. ها.
هو ده صوت الأرجوز. فهذا الصوت بيسحر ومدهش وبيلم الناس حواليه. طب معلش ممكن توريها لنا مره ثانيه كده نوريها شكل الناس كمان تبقى بتشوف. وممكن بس حضرتك برضو تورينا شكل الأرجوز. حاضر. ايوه جميل. ودي بتسندها ازاي بقى في حلق بلسانك بتبقى احنا بنيجي نعلم حد هو المفروض انها بتتسقف انها بنسيبها متعلقه. بس دي مع الوقت بتتعلق لانه بيبقى لها مكان او يبقى لها تبييتها في سقف الحلق. بتتعمل لوحدها لما البني ادم مع التمرين المستمر. كمان بيبقى فكره انه الهواء يدخل بشكل افقي مش بشكل راسي. فمهم جدا يبقى اللاعب واخد باله انه كمان احيانا بنضرب لساننا لتحت علشان نخرج حرف ما يطلع صحيح لانه في حروف حلقيه وفي حروف فميه. فده يعني ايه اقصد انه مهم جدا نبقى واخدين بالنا من الحكايه دي واحنا بنشتغل مع حتى تعليم الحكايه للناس. كمان انا العروسه اللي معايا اللي بقى لها دلوقتي اكتر من 30 او 32 سنه هي نفس الشكل. هي نفس الشكل. مفيش عروستين في للأرجوز شبه بعض. يعني عروسة عم صابر المصري رحمة الله عليه غير عروسة عم صابر شيكو. ده ليه؟ لأنها مصنوعة يدوي؟ لا، لأنه الخامات اتغيرت. أولا كان صانع القيمة كان بينحت الخشب. النهاردة بحكم أنه بقى عندنا الصين ومنتجات الصين والعرايس البلاستيك قللت صناعية القيمة. فبدأ لعيبة الأرجوز يشتغلوا على خامات أخرى غير الخشب فبقوا يشتغلوا على دي عروسة بلاستيك على فكرة. ومدهونة. واخد بالك؟ بس هو كل الحكاية إن كل لاعب أرجوز بيرمي ملامحه على هذه العروسة بتاعته. فتحس إن عروسته شبهه. عروسة عم صابر شبهه رحمة الله عليه. عروسة صابر شيكو شبهه. عروسة صلاح المصري رحمة الله شبهه. مفيش عروستين شبه بعض لكن في اتفاق ضمني واساسي على انه اي عروسه نلبسها طرطور تحولت الى أرجوز. طب الأرجوز يعني لعقود كتير جدا كان مؤثر في المجتمع ومش في الاطفال بس. وبعدين ابتدى يتقل يقل 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 يقل. النهارده هل الأرجوز ممكن الجيل الجديد مع كل التطور اللي حاصل احنا كل حاجه بقت في ايديهم في جهاز قد كده يعني في ثانيه بيجيبوه ممكن يلفت نظرهم تاني يبقى مبهر زي ما هو مبهر بالنسبه لنا؟ يعني هقول لحضرتك انه انا عندي خميس وجمعه وسبت بشكل اسبوعي موجود في الحديقه الثقافيه للاطفال بالسيده زينب اقدم عروض الأرجوز. وفي اقبال والناس بتيجي تسال. ومش عايز اقول لك يعني الجمهور اللي بقى يعني بيبقى موجود بيسال على الأرجوز فين. واحنا كمان لانه احنا بقى عندنا في خريجي مدرسه الأرجوز عندنا 17 لاعب ولاعيبه أرجوز جداد من سن 14 لما فوق. الله. بالتعاون مع اخونا محمد عبد الفتاح مدرب ولاعب أرجوز. ال 17 دول علشان يبقى عندنا نوافذ ليهم يعرضوا لانه فكره ان انت تعلمي حد وتسيبيه هينسى. ده حقيقي. مهم جدا انك تبقى عندك البحر والتمرين ترميه جوه البحر كمان طبعًا. عشان يعرف يعوم اكتر ويكتسب مهاره. طبعا. فاحنا عاملين كل شهر يوم 28 من كل شهر لازم نروح يا سيدي. واخد بال حضرتك؟ بخريج الأرجوز بيقدموا نمرهم وبيقدموا مهاراتهم للناس. طيب. انا يعني ما شاء الله يعني انا ربنا يسهل ويبقى عندنا مليون لاعب أرجوز يا رب. جميل جدا. طب انا حابه اسال حضرتك يا استاذ محمد ايه الانشطه اللي بيقدمها الانشطه الثقافيه اللي بيقدمها مركز ثقافه الطفل غير الأرجوز؟ يعني أكيد في أنشطة كتير جدا لأن الجيل الجديد حقيقة مهتم أكتر بالألعاب الإلكترونية وأنه هو يتفرج على الكرتون والأفلام اللي هي الرسوم المتحركة. هو لو تسمحي لي بس أضيف حاجة مهمة جدا. هو مش تم إدراج الأرجوز كمفردة تراثية مصرية من اليونسكو عالمية. هو تم إدراجه على قائمة الصون العاجل. وهنا الأمر مختلف جدا. على قائمة هي بتاعك بقى وعلى قائمة الصون العاجل.
على قائمة الصوني العاجل معنى كده أن هذه المفردة في خطر حقيقي، وإن على الدولة اللي هي اتقال لها أن المفردة الثقافية بتاعك دي على قائمة الصوني العاجل أن تتخذ من الإجراءات اللي تخلي هذه المفردة عايشة. أستاذ ناصر نسى يقول أن ما كانش فيه غير 8 لاعبين أراجوز فقط. بس؟ فقط. وليه وصلنا ل8 لاعبين أراجوز؟ لعدة أسباب. هو عبر عن بعضها بس اسمح له قالها بشكل علمي يعني ومحدد. واحد ان 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 الزماره او الامانه اللي بيمسكها دي في منتهى الخطوره. فلابد ان اللي يتعلم عليها يكون من فوق 14 سنه وعنده مقدره عاليه ان هو يسيطر عليها جوه بقه. فده رقم واحد. رقم اتنين ان مجموعه لاعبين الاراجوز ما بيعلموش اي حد بسهوله، وهو مش هيتكلم عن نفسه، مش هيشكر في نفسه يعني. فده واجبي ان انا اتكلم عن الدور ده، ان هو وافق هو ومجموعه من اللاعبين، استاذ محمد عبد الفتاح واستاذ سيد السويسي من قبلهم معاهم، يعني ان هم يعلموا ناس، وهو ده اللي هتحمله لهم مصر على فكره. طبعا اكيد، وده المهم جدا ان هو يوافقوا ان هم يعلموا ويطلعوا السر. ولذلك كان يقول الامانه من بقهم دي امانه، لازم دي امانه فعلا. احنا هنكمل الحوار ده، ولكن بعد الفاصل هنخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل بقيه فقرتنا. اسم في الوجود يا مصر، يا اغلى اسم في الوجود يا اسم في الوجود يا مصر، اسم مكرون القلوب يا مصر. لمصر تحيا مصر. يا أراجوز احكي لنا يومك بيبدا ازاي؟ ها ادخل الهوام، اغسل وشك واغسل سنانك، ده الفرش والمعجون، وبعد ما توضى واطلع من الهوام واصلي الصبح، بعد كده تشخبط؟ يعني كل اللي فات ده كان حلو قوي، بتشخبط ليه؟ لازم كده ليه؟ كده الترابيزه مش هتبوظها، هتبوظها. مش مهم بابا يا جماعة. طب يا أراجوز انت دايما بيبقى معاك حد بيتخانق معاك، معاك حد؟ مين؟ الملاغي. انا عايزه بس ايه اسلم عليك يا أراجوز. اهلا اهلا اهلا. هي كده الملاغي. انا بحبك اكتر، طول عمري بحبك اكتر، وبحب صوتك قوي قوي قوي. يا أراجوز ما حدش يشخبط، اوعى تشخبط تاني. هو دي الملاغي. حد من بره. اللي حضرتك بتعمليه كده بالظبط هو دور الملاغي. ده يعني بيقول له لا أراجوز ما حدش بيشخبط على البتاع، فيقعد ياخد ويدي معاه. بس مش كان زمان بيبقى ساعات معاه مراته. مراته بتبقى. ايوه ولا ده سنجل؟ لا 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 متزوج. نعم يا أراجوز. ايوه. انا مش فاهمة. انا عملت حاجه غلط. خلاص بقى، خلاص تعالى اقعد معانا. انت اقعد معانا يا أراجوز. انت قاسم. هو عمل حاجه غلط. انا غلط. انا اسف، انا اسف، انا اسف، مش هعمل كده. مش هيشخبط تاني. هو لو حب، لو سمحتوا لي نرجع لانشطه المركز القومي للطفل. هو طبعا في المركز، طبعا مركز بحثي بيقوم بانشطه بحثيه بالاضافه الى الانشطه اللي بتتعمل في الحديقه الثقافيه وفي حديقة الفنون في الهرم وفي القوافل اللي احنا بنطلع مع قوافل حياة كريمة. يعني في النهاردة في قافلة في البحيرة، وفي بكرة ان شاء الله في قافلة في المنوفية. في كل الأنشطة الثقافية اللي موجودة، يعني لو خدنا مثلا يوم عادي زي النهاردة هتلاقي موجود من الساعة 4 اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي، هتلاقي في مشروع مصر ترسم. مصر ترسم الفنان والرسام أحمد عبد العليم، أحمد عبد النعيم
ده رسام اطفال وصحفي من اخبار اليوم بيعلم الاطفال ازاي ترسمه. حلوة. في فصلين، فصل من 4 من 5 لغايه 11 وفصل من 12. بس هل ده يعتبر بديل للحاجات اللي بيتعرض لها الطفل النهارده، والالعاب زي ما قلنا مثلا الالعاب الالكترونيه والافلام والحاجات دي كلها؟ ده جزء اساسي من شغل الطفل، بمعنى انك بتعملي حاجتين في تصوري. الحاجه الاولانيه انك بتعملي له محتوى يتعامل معاه بايده حركيا وجسمانيا، زائد في الوقت نفسه انت بتعملي له محتوى جيد على ادوات عصره، بمعنى ان انا ما اقدرش اتخلى عن وجود الموبايل وهو أكيد. في ايده، ولكن لا استطيع ان اتخلى ان انا اقدم له محتوى كويس. هذا المحتوى الكويس اللي المفترض هقدمه على الموبايل ده هو محتوى يجب ان يشترك فيه كل الناس. وفي رؤيه عامه للدوله دلوقتي هي ان في هدف عام اسمه بنى الانسان المصري. هذا الهدف طبعا. في مجموعه من البرامج موجود في عدد كبير من الوزارات في بنى الانسان المصري. احنا وزاره الثقافه طبعا. بنشترك فيه، الاعلام الى اخره يعني. انما في انشطه متنوعه طبعا، موسيقى وسينما ومسرح وعرايس ومسرح اسود الى اخره. بنشكر حضرتك جدا استاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل، استاذ ناصر عبد التواب مخرج ولاعب اراجوز بالمركز القومي لثقافه الطفل. بس الاراجوز هو اللي هينهي الفقره. بس استنى بقى، طب تعالى اقف معانا هنا يا اراجوز. يلا انت بقى انهي الفقر، انهي بقى، اختم فقرتنا النهارده. انا مبسوطه قوي 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 ان انا موجود في تقوسات وبرنامج السفر الاساسي.